تمضي الأيام والسنين ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء. ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. عملاق الهاندبول جمال شمس. عرف شمس بشخصيته القوية وخبراته الواسعة في مجال كرة اليد، حتى إن البعض أطلق عليه لقب جوهري كرة اليد. لم يدخر وقتا ولا مجهودا لنشر لعبته ورياضته المفضلة، ولقب برائد كرة اليد المصرية، وقاد الفراعنة في مناسبات عديدة وبطولات كبرى. انضم لصفوف النادي الأهلي وحصد معه عددا من البطولات كلاعب، وتولى بعد ذلك مهمة تدريب الفريق الأحمر ليبدأ مشواره التدريبي ويحصد الإنجازات الواحدة تلو الأخرى. ذاع صيته، وبناء على ذلك اختاره اتحاد كرة اليد وقتها برئاسة الدكتور حسن مصطفى لتدريب المنتخب الوطني للناشئين الذي انطلق به نحو العالمية، بعد أن قاد منتخب الشباب للفوز ببطولة العالم لكرة اليد عام 93. وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ كرة اليد المصرية وجميع الألعاب الجماعية على الإطلاق. بعدها تولى قيادة المنتخب الأول، لكنه لم يتمكن من تحقيق الإنجاز الذي أحرزه مع الشباب. اتجه جمال شمس للتدريب في الدوري الإماراتي مع أهل دبي، والذي حقق معه العديد من البطولات، إلا أنه قرر بشكل مفاجئ الاعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق بعد علاقة وثيقة امتدت على مدى 7 سنوات وصلت بمجملها لأكثر من 20 بطولة، ليصبح هو شمس كرة اليد المصرية والعربية التي لن تغيب في تاريخ اللعبة. وتوفي الراحل جمال شمس بعد رحلة طويلة من الصراع مع سرطان الدم، لتكتب معها نهاية رحلة البطولات والإنجازات، بعدما توفى في 25 يوليو العام الماضي. وودعه عدد كبير من رموز الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية في جنازة مهيبة، ليرحل عن عالمنا شخصية عشقها الملايين من المصريين. وليبقى الراحل جمال شمس حدوتة من حواديت القلعة الحمراء على مر التاريخ والزمان. الأسبوع 22 الأهلي يواجه بتروجيت على استاد السلام. انتظروا تغطية خاصة وكواليس قبل وبعد المباراة على قناة الأهلي. استاد الأهلي الخميس الساعة 6 مساء على قناة الأهلي.